بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في الحلقة 114 على قناتكم ترافلاستر او بريق السفر، بعنوان ازاي تقدر تحصل على عقد عمل في كندا. اعمل لايك للفيديو ده دلوقتي لان حلقة النهاردة مهمة جدا، ومهم ان هي تنتشر لاكبر عدد من المهتمين بالهجرة والسفر، فياريت تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل حصريات الهجرة والسفر. خلي الناس مشغولة في اللوتري وفكر انت تفكير مختلف وتقدر تهاجر لكندا عن طريق بنك الوظائف. واحنا قدام دلوقتي موقع جوب بانك اللي هو بنك الوظائف في كندا، عليه حوالي 138,000 وظيفة. الموقع شغال ازاي؟ بتدخل على الموقع وبعدين بتبحث ببساطة عن الوظيفة اللي انت عايزها، بتكتب هنا مثلا الفيلد او المجال اللي انت شغال فيه. لو كتبت هنا مثلا سيلز وعملت هنا ضغطت على سيرش بالشكل ده، هيجي لك عندك 11,404 وظيفة في كندا عن السيلز، يعني انت هتشوف تقدم في تخصصك ومجالك اللي انت بتشتغل فيه. مش مهم الخبرة، حتى لو عندك خبرة سنة ممكن تقدم، لان انت بتقدم بسي في الطريقة الكندية. المهم ان انت تكون بتعرف لغة انجليزية وبتتواصل مع الناس. عندي هنا سيلز سوبرفايزر زي ما انتم شايفين، دي الوظائف. تضغط كده على الوظيفة، دي وظيفة يوم 3 أكتوبر. عندك هنا الراتب اهو 16.5 دولار في الساعة، بتشتغل 40 ساعة في الأسبوع، بتقرأ متطلبات الوظيفة. وأهم حاجة إن أنت لما تقدم على وظيفة تكون عارف إن أنت هتقدر تسد في المكان ده، تكون أنت قد الوظيفة اللي أنت بتقدم فيها، ما تقدمش على وظيفة أنت ما تعرفش تشتغلها. بتضغط هنا على show how to apply، بيحمل معاك الموقع بالشكل ده. بتبعت السي في بتاعك للايميل ده، هو هنا جاب لي ايميل بيقول لك بتقدم بيه الايميل، وبتعمل كفر ليتر. الكفر ليتر ده بتجيبه من على النت مليان، وبتغير فيه اسمك ومجالك بس، يعني بتدي كفر ليتر ده اسطمبة موجودة على النت، بتغير فيها شوية تعديلات وبتقدم الكفر ليتر والسي في بترسله على الايميل ده. طب حد هيجي يقول لي انا ما اعرفش السي في بالطريقه الكنديه، انا جايب لك هنا موقع بيعمل السي في بالطريقه الكنديه بشكل مبسط خالص. بتضغط هنا، بتدخل على الموقع هتلاقيه موجه لسي في السفاره الكنديه، بتضغط هنا على كرييت ريزيوم ناو، يحمل معاك بالشكل ده. تضغط هنا تاني، لما يفتح معاك الموقع بتختار لون السي في اللي انت عايزه، عايزه بانهي لون. انا اختار مثلا اللون الازرق والشكل ده، وبعدين بتضغط هنا على تشوز تمبليت. انا هنا بعلمك تعمل كل حاجة بنفسك، فمحدش يقول لي في التعليقات قدم لي، انت لازم تقدم بنفسك ولازم تعرف تقدم ازاي وما تخليش حد يقدم لك. بتضغط هنا على كرييت ا نيو ريزيوم بالشكل ده، بتعمل نيكست وبعدين كرييت ا نيو ريزيوم كده. هنا بتملأ البيانات الأساسية عشان يطلع لك السي في، يعني هو فكرة الموقع ان انت بتملأ البيانات دي وبعدين هو بيطلع لك السي في جاهز بالشكل ده. لو هنا نضغط على ريفيو هتلاقي السي في هيبقى جاهز معاك بالشكل ده، في بياناتك الأساسية، السكيلز بتاعتك، مجال الخبرة بتاعك، التعليم بتاعك، الحاجات دي. فانت بتملأ البيانات دي ورقم تليفونك والمدينة، وبعدين بتعمل نيكست بالشكل ده، بتملأ الايميل، وبعدين بتعمل نيكست. اضغط معاك في حاجة تانية، يقول لك انت محتاج السي في بتاعك في ايه، محتاجه في وظيفة ولا حاجة تانية، تقول له هنا محتاجه في وظيفة وتعمل نيكست. وبعدين بيقول لك سجل الوظائف بتاعك، بتملى سجل الوظائف بتاعك، الوظائف اللي انت اشتغلت فيها وسنة كام ومن كام لكام. ما حدش يقول لي برضو الموضوع صعب، يعني انت لو مش عايز تعمل سي في او مش عارف تعمل سي في فانت هتقدم على الوظائف ازاي؟ وبعدين السي في بالطريقة الكندية سي في سهل، مش معقد ولا صعب ولا حاجة. بتملى هنا الوظائف اللي انت اشتغلت فيها، وبعدين بتكمل معاه، بتضيف التعليم وبعدين المهارات وبعدين مختصر السي في وبعدين فاينلايز، وبعدين بتنزل السي في، بتحمله عادي جدا. ده بيبقى السي في بتاعك بالطريقة الكندية. طيب بعد ما انت شفت الوظيفة اللي انت بتشتغل فيها وعملت السي في بالطريقة الكندية، او عملت العكس، عملت السي في الاول بالطريقة الكندية وبعدين لقيت وظيفة من الوظائف اللي انت قدمت عليها، وانت ما تقدمش على وظيفة واحدة. يعني انا هنا لما قلت لك مجال سيلز مثلا في 11,400 وظيفة، انت بتقدم على كذا وظيفة يعني عشان يتواصلوا معاك ويكلموك وتعمل معاهم المقابلة اونلاين. طيب هندخل هنا على موقع تصريح العمل. انت بتحتاج في الغالب تصريح عمل عشان تشتغل في كندا، وتصريح العمل هو اللي هيأهلك ان انت تسافر. عشان تحصل على تصريح عمل في كندا بتدخل على الموقع اللي انت قدامك ده، وهسيب لكم كل المواقع في
مقال على موقع بريق السفر، وفي التعليق المثبت هتلاقيها مختصرة باختصار روابط. تضغط هنا على Work Permit هتلاقي هنا About the Process، بيقول لك عن العملية بتاعة التقديم وبتاخد وقت قد ايه. بتضغط هنا على Who can apply، وبعدين بتدخل بتقرا طبعا البيانات دي عشان ما وقت الحلقه ما يطولش، مش هقراها لكم. وانا بكلمك في التقديم ازاي بشكل مختصر. بعدين بتضغط على هاو تو ابلاي. خلينا بقى نشوف الصفحه دي، بيجيب لك الاسئله، يقول لك انت مقدم من خارج كندا ولا من داخل كندا. بتقول له مقدم من خارج كندا. يقول لك هنا انت كان عندك تصريح عمل وانتهى في الفتره من 2021 لديسمبر 23. لو ما عندكش بتقول له I am another type of worker. وبعدين تدخل على apply outside apply from outside كندا. وبعدين بتضغط على هنا، هيقول لك الاشخاص او الناس اللي بيبقى ليها افضلية في التقديم، او الناس اللي هم بيهتموا بيهم اكتر وليهم الاولوية، اللي شغالين باختصار في الاعمال الزراعية واللي شغالين في الاعمال الصحية، دول بيبقى ليهم اولوية في التقديم. بعدين بتضغط هنا على get application to work in Canada بالشكل ده. وبعدين هنا بيقول لك انت بتقدم ازاي، تقديم اونلاين ولا تقديم ورقي. بتقول له تقديم اونلاين. بيقول لك انت بتقدم من انهي دولة، ده اختار مثلا دولة مصر. وبعدين هنا بيقول لك الاونلاين ابليكيشن، وبعدين جايب لك الفيزا ريكويرمنتس، متطلبات الفيزا، هتفتحها بالشكل ده. بيقول لك يكون معاك سكانر او كاميرا، ويكون معاك فاليد كريدت او ديبت كارد عشان تدفع المصاريف. هنا هتلاقي استمارة التقديم او الورك بيرميت، هتلاقي 9 صفحات في بالشكل ده. هتلاقي استمارة التقديم معاك بالشكل ده، وهي شرحة نفسها. استمارة التقديم دي انت بتملاها اونلاين، وبعدين بتنزلها وبتملاها، وبعدين بتعمل لها سبميت على الموقع. هنا هو بيقول لك depending on your situation you may need to submit Declaration of Common Law Union. دي مش هنقولها دلوقتي لان معظم الناس مش هتبقى محتاجة Declaration of Common Law Union. هنا بيقول لك انت محتاج حساب عشان تقدم اونلاين وتدفع الرسوم. فهنا بتضغط على Create an Account or Sign In، وبعدين بتعمل حساب على موقع canada.ca. بتضغط هنا على Register بالشكل ده عشان تعمل حساب على الموقع. فزي ما انت شايف انا هسيبك بقى تعمل حساب، لان دي اسهل حاجة ان انت تعمل حساب على الموقع. فبتعمل حساب على الموقع، وبعدين بتملأ الاستمارة، وبعدين تعمل تقدم اونلاين. لما بيجي لك عقد العمل من كندا، يعني انت بتقدم على الوظائف بالسيرة الذاتية الكندية، ولما بيجي لك عقد العمل بيكون صاحب العمل بعت لك رقم. يعني خلينا هنا نشوف صاحب العمل بيبعت لك رقم بعقد العمل بتاعك، بترفقه بالفيزا واستمارة الفيزا. يعني هو النظام هنا الكتروني، يعني مش هتعمل سكان لعقد العمل، لا انت هتعمل رقم عقد العمل ده بيكون مرفق بالحساب بتاعك، بيبعته لك صاحب العمل. يعني انا مش عايز ناس تحس ان الموضوع صعب، بس الموضوع ان موقع كندا نفسه شارح نفسه بنفسه، والتقديم عليه بخطوات متتالية. يعني انا فتحت لك خانة واحدة بس اللي هي how to apply، وصلتني للفيزا واستمارة الفيزا زي ما انت شايف معاك بالخطوات. فانت مهم انك تشوف الحلقة كاملة عشان ما تفوتش اي جزء من الشرح، لان ده شرح لطريقة التقديم. وبعدين بعد ما بتقدم خلاص عندك، هتلاقيني سايب لك حاجة برضو اسمها تشيك بروسيسنج تايم، بتقول لك بتحسب بيها الوقت اللي انت مقدم فيه. وبعدين هنا بتختار سيلكت ابليكيشن تايب، هتختار هنا temporary residence. وبعدين بيقول لك الابليكيشن اللي انت بتقدم عليه ايه، هتختار هنا work permit from outside Canada، انت مقدم منين، بتختار الدولة وهكذا، وبتمشي معاه بالخطوات. فهي دي طريقة التقديم على موقع جوب بانك، وطريقة التقديم على تصريح العمل في كندا. لازم تتبع الخطوات بالترتيب. ولو عندك أي سؤال أو استفسار سيب لي تعليقك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وهي الهجرة لكندا عن طريق بنك الوظائف، أو كيفية الحصول على تصريح عمل في كندا. اعمل لايك للفيديو دلوقتي، واشترك في القناة، وفعل الجرس على الكل عشان الحلقات اللي جاية مهمة جدا ومهم إنك تعرفها. وشكرا لكم متابعتكم، أتشرف بيها، ومع السلامة.